افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات ندوة تطور تكنولوجيا الغاز الصخري للتباحث حول أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالغاز الصخري غير التقليدي، نحو البحث عن مصدر آخر يكون مواكباً للتطور والحياة المستقبلية في صناعة الغاز. كان لابد من بحث ودراسة وإيجاد تقنيات حديثة لاستخراج الغاز الصخري غير التقليدي، ومن هنا انطلقت ندوة تطور تكنولوجيا الغاز الصخري للوصول إلى أفضل الطرق لاستخراجه من أجل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بدوره على تحسين الاقتصاد الوطني. الموضوع هو ما يسمى بالغاز الصخري أو شيل غاز. طبعا مجلس التعاون عندنا في سلطنة عمان كانت من أول الدول في المنطقة اللي بدأت في إنتاج الغاز الصخري، كذلك شركة أرامكو السعودية بدأت في هذا الموضوع، وعندنا شركة تطوير الآن تعمل بسواعد بحرينية في تطوير مكامن الغاز الصخري لإضافته إلى مصادر الغاز في البحرين. الموضوع مهم جدا ليس فقط للمنطقة ولكن للعالم ككل. إن الاستكشافات الأخيرة في بعض دول العالم فيما يتعلق بالغاز الصخري جعل من الضروري فهم ودراسة الموضوع من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تحليل شامل للبيانات الجيوفيزيائية وقياسات الحفر وتقييم التكوين وغيرها من التحليلات لتعزيز فرصة تحسين وضع الآبار ومدى جدوى استخراج الغاز الصخري. الغاز الصخري مو بنفس الغاز الطبيعي العادي أو النفط العادي، ما يطلع بسهولة، يتكون تحت الأرض في طبقات جدا صعب أن تنتجها، فبالتالي تحتاج إلى تقنيات مختصة وخبرات خبرات معينة على أساس أن تقدر تنتج هذا الغاز بشكل يكون سعره مناسب لبيعه في السوق، ما يكون بسعر مرتفع جدا. نحتاج إلى سورس جديد، إلى مصدر جديد، وهذا المصدر هو الغاز غير التقليدي، وقاعد الآن يخدم مناطق ما كان المصادر التقليدية تخدمها، ويحقق غايات المصادر التقليدية ما تقدر تحققها. فهذه أهمية الجلسة هذه اليوم بالنسبة لصناعة النفط والغاز في المنطقة. تضمنت الندوة حضور عدد من الخبراء والمهتمين في الاستكشاف والتنقيب من مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في الغاز الصخري ومناقشة عدة مواضيع وتحليلات فنية تحت عنوان المنظور العالمي المستقبلي للغاز الصخري.